عدت سنة من عمرنا بحلوها ومرها، وهل علينا سنة جديدة؟ يا ترى هتبقى زيها ولا أحسن منها؟ عالم الأبراج عالم مليان سحر وغموض، ويا ترى هنشوف في العالم ده إيه السحر وإيه الغموض؟ تعالوا بينا نفتح الباب وندور جوه السرداب ونشوف مخبينا فيه إيه مع خبيرة الأبراج. معانا أستاذة سمية خبيرة الأبراج، بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا غالي. هنبتدي طبعا بما ان السنه هتبتدي يوم جمعه، عايزين نعرف ايه هي التنبؤات، دي حاجه كويسه ولا حاجه مش لطيفه؟ تمام، احنا طالما بنتكلم تحديدا عن ايام الاسبوع وبدايتها مع العام الجديد، يعني دخلنا في حاجه اسمها علم الجفر. يعني هنتكلم من وجهه نظر علم الجفر، يعني ده كتاب فيه احداث للي هيحصل كل عام. بدايه السنه يوم جمعه، ان شاء الله يا رب يجعلها سنه سعيده على الجميع ان شاء الله. فيها احداث كتير، في عندنا سيول، في فيضانات، في هزات ارضيه هتحصل في اماكن متفرقه. ان شاء الله الوطن العربي يا رب يكون كله بخير. في اخطاء طبيه كتيره هتبقى شائعه جدا، خصوصا في الحمل، اخطاء طبيه تخص الحمل والولاده. يعني ممكن نسمع عن موت واحدة كانت بتولد مثلا، هتبقى كتيرة جدا السنة دي للأسف. 2021 هيبقى 2021 فيها موضوع كتير قوي، فيها أخطاء طبية كتيرة جدا شائعة. في عندنا، هي فيها حاجة يعني عجبتني قوي من ضمن الحاجات اللي بتحصل، إن فيها سقوط لأي حاكم فاسد، ودي حاجة مبشرة جدا. أي حاكم الرعاية، وبالتالي كده كده اصلا في حصل الموضوع ده في السنين اللي فاتت، تمام، متواصل الموضوع ده معانا في 2021. احنا معانا من وجهة نظري هم 5 سنين، احنا هنفضل 5 سنين على الوضع ده، بنفضل في مرحلة غربالة، في مرحلة تصفية للناس اللي حواليكي. هتلاقي ان اغلبية الابراج، كل الابراج تقريبا بتقع في ازمات عشان تشوفي مين هيقف جنبك ومين هيبعد عنك. انت بتصفي بالظبط كده العالم كله، مش انت لوحدك، تمام. فاحنا في مرحلة غربلة، في معارك هتحصل، في قائد هينزل، هيكون من بلاد الشمال، يعني هيبقى من الأردن، من سوريا، من فلسطين، هينزل على السعودية، وهتحصل معركة. يعني بنسبة 80% الكلام ده أنا أثق فيه، هتحصل معركة كبيرة هناك، بس هيفوز بيها أهل السعودية بإذن الله، أهل مكة هيفوزوا بيها بإذن الله. الخطر اللي هيجي عندهم هيكون من الاسيويين والصينيين، لان هم عندهم وبشده في خطر هيبقى كبير عليهم من الاسيويين. طب في سؤال طبعا ليه علاقه بحاجه زي كده، بالنسبه لكورونا 2020 طبعا الدنيا كانت بايظه جدا وحصل دمار في موضوع كورونا، في تنبؤات 2021 هتستمر على نفس الوضع؟ لا ان شاء الله، الكورونا هتبقى بالنسبه لنا زي الانفلونزا الموسميه العاديه، كمان بعد العقار، لا العقار وصل والحمد لله شغالين بيه، هتبقى زي نزلة برد عادية. ما تنسيش كمان ان احنا كل 100 سنة بينزل مرض بيستوطن الارض شوية وبعدين بيختفي، بيكون كأن شيئا لم يكن، زي الطاعون والتيفويد والكوليرا، كل 100 عام هتلاقي مرض مختلف ومتحور. الله اعلم ان شاء الله باذن الله يا رب. كان في ممكن يكون في، والله اعلم يا رب ما يكونش حقيقي، تنبؤات عن وجود فيروس خطير ل 2021 ممكن يصيب منطقة الظهر أو منطقة البلعوم، أنا مش أكيدة لسه من المعلومة، يعني هيبقى مرض خطير برضو، هيعمل لنا جائحة زي الكوفيد 19. طيب استر يا رب. ربنا يسترها طبعا في المرحلة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. ندخل بقى على حاجة كده حلوة كده ونقول بقى إيه الأبراج الأكثر حظا في 2021. حلو كده بقى نبتدي الشغل. أيوة نبتدي بقى. الأبراج الأكثر حظا طبعا اول برج هو برج الثور. برج الثور تقريبا بيعاني بقاله 3 أو 4 سنين، مش بسبب شخصيه فيه او عيوب فيه، لكن بسبب تحركات فلكيه. السنه دي هي سنه الحظ وسنه التغيير الشامل لمواليد برج الثور، تقدر يعني نقول ان السنه دي هتعمل فيها كنز. بس نصيحه لمواليد الثور، بلاش اسراف، يعني انت عايز تشتري كل حاجه، عايز تملك كل حاجه حواليك، حاول تشتري الحاجات المهمة عشان تدخر. الادخار بند أساسي لكل الأبراج مش الثور بس. 2021 سنة الادخار، تمام؟ بعد الكوس هتلاقي برج الأسد من الأبراج السعيدة جدا جدا، وهتكون محظوظة ماليا، هيبقى عندها ترقيات، في عندها ممكن
في هي هتبقى معظمها في مكان العمل. الناس اللي من برج الاسد ومش بتشتغل شايفه ان هم هيحصلوا على ميراث او في مشروع هيفتحوه، يعني في رزق دائم لمواليد برج الاسد. طبعا. برج القوس السنه اللي فاتت دي كانت سنه صعبه جدا على مواليد برج القوس. ان شاء الله 2021 هيتعدل الحال، كان عندهم خسائر ماليه جامده، ان شاء الله تتعوض السنه دي بامر الله. رابع برج من الابراج السعيده هو برج الحمل. على فكره برج الحمل بقاله تقريبا 4 أو 5 سنين من الابراج المطحونه جدا، يعني بتشتغل ومش لاقيه شغلها. تمام. برج العذراء هيعمل ثروه من لا شيء، هتجيله من السماء، الله اعلم هتيجي ازاي، بس ثوره ماليه كبيره، ثروه. بس برج العذراء يخلي باله من زملائه في العمل، لان هيوصل بطريقه كبيره جدا في مجال شغله، وهيكون في غيره جامده من زملاء العمل، غيره واضحه كمان. برج السرطان كان بيشتغل 2020 شغل كتير جدا، ومثلا ساي لو هياخد 100 جنيه في اليوم مش هيلاقي نفسه في اخر اليوم اخد الا 20 جنيه، هياخد ربع التعب اللي اشتغل بيه. ان شاء الله 2021 هيكون تعويض كبير جدا للابراج كلها. باقي الابراج مش معنى ان انا مش هقولها ان هي ملهاش حظ او منحوسه او كده، لا، في شهور في السنه هتكون ماشي معاهم الحال قوي والدنيا زي الفل، وشهور في السنه هتلاقيها واقعه. عشان كده بقول بند الادخار مهم جدا واساسي لكل الابراج. تمام. عايزين بقى ندخل شويه كده بقى ايه على الرجاله شويه، ونقول بقى ايه الابراج الاكثر خيانه في الرجاله. كده هنزعل ناس كتير قوي. لا احنا عايزينهم يزعلوا. طيب بدايه برج القوس. راجل برج القوس راجل عينه زايغه جدا، حتى لو معاه ملكه جمال العالم معاه هيبص على حد تاني، هيبص على الخدامه بتاعت ملكه الجمال. فده للاسف معلومه صحيحه جدا، واللي عنده حد من برج القوس هياكد المعلومه دي. برج الدلو برج هوائي جدا، ممكن يكون معاكي في علاقه بس هو حاسس ان هو مش مستقر في العلاقه دي، فانا عايزه الامان، بدور على الامان. الراجل عشان ما احنا برضو بنشوف الست برضه عايزين الاستقرار في العلاقه، فبيحاول ان هو يربط نفسه في كذا علاقه علشان يلاقي الامان، بس مش عشان هو عايز يعدد العلاقات، لمجرد ان هو يلاقي الامان. طبعا رجل الثور عينه زايغه، رجل الحمل عينه زايغه، ما فيش راجل عينه مش زايغه غدا، بس دول الاغلبيه العظمى تقريبا. طيب عايزين الابراج الاكثر حبا، يعني اللي هتقع في الحب بسرعه السنه دي. عايز اقول لك الناس كلها طالعه من 2020 مضغوطه، اخده صدمات في كل الناس اللي حواليها. برج الحمل مثلا مش هيقدر ان هو يقع في الحب بسهوله، لان هو بطبعه شكاك. برج الثور عايز يلملم جراحه من السنين اللي فاتت ومن المشاكل فيه، مش فاضي يحب اساسا. برج الجوزاء عنده غيره زايده الفتره دي، حتى هتشتغل معاه طول السنه غيره. مين سرطان هيبتدي يأكد شكوك كان بيلف حواليها خلال 2020، كان بيجمع معلومات حوالين الشريك. ممكن السنة 2021 هيأكد الشكوك دي. مش شايفة فرصة كبيرة للأبراج اللي هتقع في الحب غير ممكن برج الجدي وبرج القوس. الجدي والقوس. طيب بفرصة كبيرة جدا. طيب بالنسبة للأبراج اللي هي أكثر روحانيات، شوفي هي الروحانيات اللي فيها لغة أو في تخاطر روحي كده. تمام فهمكي. هي الموضوع بيبقى في البداية حاجة هبة من عند الله، بيبقى ليها عامل نفسي في البداية، غير بقى حركة الكواكب وميولك انت الداخلية وجينات وراثية ممكن تدخل في الموضوع. يبقى عندك حد أصلا من العيلة كان بيحب روحانيات أو بيميل ليها أو شغال فيها، يعني عامل نور من النهاية، يبقى في حياتك عامل نور حواليك. روحانيات بيبقوا هم عمال للطاقة، عمال للنور. اكثر الابراج اللي هتكون عندها روحانيه السنه دي انا شايفه ان هو برج العذراء. برج العذراء برج روحاني عالي جدا، روحانياته عاليه. بيقدر ان هو يستشف الوضع حواليه. برج الجدي روحانياته هتكون عاليه جدا السنه دي في حاجه واحده بس، انا محسود، انا مسحور، انا حد عامل لي حاجه. هتبقى عنده حته روحانيات ان هو لو تعب شويه انا حد عامل لي عمل،
لو نام في الفرشه يومين واخد دور برد في حد بيعمل لي حسد، في حد ساحرني، في حد حاسدني. في مجموعه ابراج بتؤمن بالحسد وبالسحر جدا. طب جدا ايه هي في طب ناس الابراج مش بتمشي الا لما يعني معلقه الخرزه الزرقاء. و بصي، هو اللي بيخاف قوي من الموضوع ده برج القوس، برضو بيبقى عامل حساب حتة الحسد دي بشدة، وطول ما هو يتكلم يقول المعوذات، يصد في وشك، يكبر. في أبراج كتيرة، برج الثور برضو من الأبراج اللي عندها روحانيات، وروحانيات عالية جدا. برج القوس روحانياته عالية. برج الأسد عنده علاقة بربنا، علاقة محدش يفهمها. كتير من الناس قابلهم من برج الأسد يبقى حواليهم مشاكل وحواليهم مخاطر، يعني لو حد مكانهم ممكن ينام ما يقومش بجد، لكن عندهم عناية إلهية هي اللي بتمشيهم وهي اللي بتيسر أمورهم بأمر الله. فبرج الأسد أنا شايفة أن هو من السنة اللي فاتت عنده روحانيات عالية جدا. طيب في تحذيرات ممكن نقولها للأبراج 2021؟ يعني مثلا كل برج كده ممكن احذر كذا احذر كذا. طيب تمام، خلينا نبدأ بالترتيب عشان ما ننساش حد. تمام، برج الحمل. برج الحمل مر عليه سنوات من تقريبا شبه قحط، ممكن يكون حتى لو موظف مش لاقي المرتب اللي بياخده في ايده كل شهر. عنده مشاكل كتيرة جدا في العيلة، مشاكل كتيرة جدا مع الشريك. بس برج الحمل انت اللي عملت المشاكل دي لنفسك، لان دخلت في علاقة والتانية. حتى الأعزب برضو كان بيحاول ان هو يعدد العلاقات ده على مدار سنين فاتت. ممكن يكون هو كمان جايب لنفسه الأذى، حتى لو معهوش فلوس يلبس حاله، ياكل حاله، يقعد في أغلى مكان، لو بيشرب سجاير يجيب أغلى سيجار موجود. فأنت اللي لافت الانتباه الناس ليك، أنت اللي بتخلي الناس تحسدك. ده معاه، ده مرتاح، ده عيشته عدت بقى، رغم أن هو ممكن ما يكونش معاه. فبرج الحمل نقدر نقوله نبعد عن البهرجة، نبعد عن جذب الانتباه والأنظار ليك. السنه دي خليك متداري وحاول ان انت تصلح العلاقات مع العيله، لان الطريق مفتوح ان هو يصلح علاقاته مع الناس. في له ترقيات كبيره جدا في مكان العمل، هيبقى سنه حافله بالترقيات وتصليح لاموره في مكان عمله ان شاء الله. برج الثور. برج الثور برج مليان مشاكل بقاله كذا سنه، برضه هو اللي بيجيب لنفسه المشاكل. بيحب ان هو يظهر دايما في احسن صوره، بيحب يعيش عيشه مش عيشته، يحب يتكبر. يعني حتى لو انا صغير في المقام، عايز قدام الناس ان انا اكبر نفسي وان انا ابان احسن منهم كلهم. تمام، فدخل نفسه في مشاكل كتيره جدا، تعرض لازمات على مدار سنين فاتت، ازمات يعني تهد الحيل. 2021، خلينا نقول 2020، كانت سنه الغربله، سنه التصفيات. وقعت جامد قوي، عرفت مين هيقف جنبك ومين هيساعدك ومين دور ظهره ومشى حتى ما بسألش عنك. فخلاص انت عارف هتبتدي 2021 ازاي، عارف مين هيقف جنبك، عارف لو طلبت المساعدة مين اللي هيقف معاك. احسن اختيار الناس، برج الثور احسن اختيار الناس اللي حواليك، ما تصدقش اي حد بسهولة الفترة اللي جاية. هستأذنك معانا مكالمة. اتفضل. استاذ خالد من المنيا، اهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بتفضل مع حضرتك. بس معلش، ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون؟ مش هاني. حضرتك ممكن تقول السؤال مره تانية؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. تقريبا الاتصال نكمل احنا كلامنا. فبرج الثور النصيحة الأولى، حسن اختيار الناس اللي حواليك، متخليش حد يستغلك السنة دي. النصيحة التانية، بلاش تبذير، الادخار بند أساسي النهاردة نحطه، الادخار لكل الأبراج. برج الجوزاء هتمر بحاجات حلوة قوي السنة دي، في ليك انتقالات من حال لحال تاني، يمكن حصل عندك فراق لناس كانت عزيزة عنك. 2021 حاول تصلح الروابط اللي باقيه بينك وبين الناس اللي بيحبوك. تمام، ما تحاولش ان انت تخسر حد الفتره اللي جايه. برج الجوزاء ابني علاقات. سرطان. سرطان معانا تليفون تاني. الو،
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا عايزه اشترك مع الاستاذه. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايزه اعرف البرج بتاعي، انا مواليد 21/11، ولو سمحت ممكن عايزه اعرف الفلوس، انا فلوس يعني ديالي جواز كده، عايزه اعرف بردك مواليد 10/10/10/3 ده والدتي، وعايز اعرف 11/25/11 و12/11. تمام، شكرا لحضرتك. احنا هنبتدي ب 21/11. عايزه تتنبأ برج العقرب. طب يعني نكمل تباعا ولا نقول الاسئله بتاعتها الاول؟ احنا هنجاوب على سؤالها وبعد كده نكمل. خلاص، برج العقرب كان في عنده تحديات صعبه جدا السنه دي ومشاكل كبيره جدا مع الشريك. الناس اللي كانت بتشتغل وشايله المسؤوليه، لو ست مثلا من برج العقرب كانت هي راجل بتاع البيت، عامله دور الراجل ودور الست، كان عندها مسؤوليات صعبه جدا. ان شاء الله 2021 تخف عنها المسؤوليات شويه، بس اخشى عليها ان هي تخف باتخاذ قرار خاطئ. يعني لازم تفكر كويس جدا، لان هيبقى عندها لخبطه في اتخاذ القرارات، هتبقى مش عارفه هي عايزه القرار ده تعمله ولا لا. لازم تفكر كويس قبل ما تاخد اي خطوه الفتره اللي جايه. في معنا 10/3 حمل. اتكلمنا عن الحمل، نقول تاني هي مامتها تقريبا. مامتها يعني اكيد متحمله المسؤوليه برضو، وممكن يكون في حد من العيله، حد من الاولاد كان بيعاملها معامله مش اللي هي يعني كأم. بس عايزه اقول برضو ان برج الحمل برج ناري، وانت وظيفتك كأم ان انت تحتوي الاولاد، فنحاول بس من عندها ان هي تحتويهم، وان شاء الله كل المشاكل بينهم تتحل. طيب 25/11 يعني احنا برضو هنتكلم فيه. بسم الله. مش شايفة برضو أي جديد، يعني هي تقريبا نفس العيلة من نفس البرج ولا إيه؟ 11/21/25 نفس البرج. تمام. فما احنا قلنا لسه نكمل. لا في حد 10/3؟ لا ما احنا قلنا 10/3 مامتها فخلاص. خلاص تمام. بسم الله. هما تقريبا برج العقرب واخدين طوالع قوس، فيعني الدنيا عندهم السنه دي حلوه. هي قالت سؤال عن المال، ما هي بقى عايزه تعرف الدنيا بقى قدام شويه، الفلوس العقرب والقوس عندهم باذن الله باذن الله ميراث او مشروع في ربح كبير جدا هيتحقق السنه دي. تمام. معانا تليفون تاني. الو، خلاص نكمل كلامنا. برج السرطان من الناس اللي كانت بتتعب قوي السنين اللي فاتت وما كانتش بتلاقي تعبها. للاسف كان علاقته متوتره جدا مع الشريك. في ناس كتير انفصلت في 2020 من برج السرطان. 2021 هي خطوه لاعاده تصحيح قرارات انت خدتها قبل كده. فحاول تشوف هل فعلا انا محتاج الحد اللي انا طلعته من حياتي ده او لا. بالنسبه للاموال ان شاء الله الخير كله عنده، هيلاقي تعويض مالي عن قدر تعبه اللي هو اشتغله فعلا. السنه اللي فاتت ما كانش عنده التعويض ده، ما كانش موجود. برج الاسد. برج الاسد من الشخصيات الجميله جدا، ناس بتحب شغلها قوي، اللي هي يتقال عليها حماره شغل. ممكن ان هو يجي على صحته علشان يقوم بشغله على اكمل وجه، سواء راجل او ست. اهم حاجه مصلحتي الاول، والمصلحه اللي انا هجيب منها الفلوس، يعني مش مصلحتي وبس، مش عشان اعمل شو وان انا عملت مصلحتي، لا، عشان هجيب منها الفلوس. تمام. فان شاء الله برج الاسد عنده بناء مستقبل في مكان الشغل، في مكان العمل. عنده مستقبل جاي في مكان الشغل. ترقيه، علاوات كانت متاخره هتوصل له ان شاء الله. تصليح واستقرار في امور العيله، كان يمكن في اضطراب شد وجذب بينه وبين الشريك، في تصليح في الامور العائليه كبير جدا في 2021، بس يبعد عن حته الكلام اللي ملوش لازمه. يعني ساعات تلاقيه بيتكلم معاكي يقول كلمه ملهاش علاقه بالموضوع، بوظ الدنيا كلها، بوظ العلاقات كلها. يحاول ان هو ياكتف العلاقات اللي حواليه، ما يخسرش حد عشان لسانه غلط جدا. برج العذراء. برج العذراء قصه بقى وحكايه.
كل مواليد برج العذراء هتلاقيهم بيعانوا من الشريك، بيعانوا من الظلم، اضطهاد، ممكن يكون الشريك مش شرط زوج او خطيب او كده، ممكن يكون شريك في مكان عمله. دايما كان بيعاني من الظلم يمكن على مدار من 5 لـ7 سنين فاتوا. 2020 بالنسبه لبرج العذراء كانت سنه التحرر، قدر ان هو يفك القيود، قدر ان هو يتكلم بلسانه، قدر ان هو يقف على رجليه ويساعد نفسه. ما بقاش يطلب المساعده من حد، عارف هو بيتكلم ازاي، عارف هيعمل ايه، راسم خطواته بالظبط وماشي عليها. الخير كله لمواليد برج العذراء 2021. بس استاذنك بس معانا مكالمه تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معاكي الهام لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال على 12 11. 12 11 تمام. اختي وانا 21 11 عايزه اعرف انا عقرب ولا قوس؟ كام؟ 21 21 11 عقرب ولا قوس؟ عقرب. عقرب. وعايزه اعرف في جواز وفي ارتباط ولا لا؟ تمام. وشكرا. ماشي، هي 12 11 عايزه تعرف بقى في جوائز ولا لا. في باذن الله الخير كله، في ارتباط وفي رجوع للمنفصلين من برج العقرب. انا قلت من شويه عن برج العقرب انه كان في معاناه جامده مع الشريك، فكان في قرارات خاطئه اتخذت في 2020 بتخص الشريك. السنه دي تحديد مصير بقى بالنسبه لعقرب عذراء. انت اللي هتقولي هكمل او نوية انا مش قادره استحمل اللي بيحصل ده، مع السلامه، باي باي. فالقرار مع صاحب الشأن على حسب ظروفه هو، لا البرج له علاقه ولا الفلك له علاقه. تمام. حد سأل انا عقرب او قوس من برج ايه؟ هي قالت كانت 21 21 هي عقرب. عقرب بس هتحس ان هي اقرب في الصفات وفي الطوابع لبرج القوس. اللي يحكم على الموضوع ده ويخليه فيصل يعني ان هي تحسب البرج الطالع بتاعها. تمام. كل واحد فيه له برج شمسي وبرج قمري، هي تحسب البرج الطالع وتحسب عليه، تشتغل عليه. هي دلوقتي ممكن تكون اخده عقرب وقوس في الحالتين. هي كانت بتسال عن الزواج. ان شاء الله في مراسم زواج السنه دي وفي خطوبه سعيده بامر الله، وفي رجوع للمنفصلين من البرجين دول عقرب وقوس. تمام. احنا كده وقتنا انتهى للأسف. بجد احنا كنا سعاده جدا معاكي، وان شاء الله باذن الله يبقى في حلقه ثانيه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وبكده ان شاء الله تكون خلصت حلقتنا، ولينا لقاء اخر. مع السلامه.